بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام والأتمان الأكملان على خير خلق الله وآله وصحبه ومن والاه. السائل الكريم يسأل يقول: ما حكم إهداء المعلمين لمديرهم لتميزه وحسن خلقه؟ وكذلك ما حكم إهداء المدير لبعض المعلمين لتميزه وحسن خلقه؟ وبصورة عامة، ما هو إهداء وما هو حكم إهداء الموظفين لبعضهم البعض في الإدارات المختلفة؟ نقول لا يجوز ذلك يا إخوان، لا يجوز للموظف أن يقدم هدية لمديره ما دامت العلاقة الوظيفية قائمة بينهما، وطالما أن المعلمين سيبقون العام الدراسي القادم فلا يجوز أحد أن يقدم شيئا لأحد. والدليل عن أبي حميد الساعدي قال عليه الصلاة والسلام: هدايا العمال غلول. صح العلامة الألباني، صحيح الجامع وعند أحمد في المسند. والنبي عليه الصلاة والسلام أيضا عن أبي حميد الساعدي عند البخاري ومسلم: استعمل النبي عليه الصلاة والسلام رجلا من الأجد يقال له ابن اللتبية على الصدقة، يعني يجمع الزكوات، فلما قدم قال: هذا لكم وهذا أهدي لي. قال النبي عليه الصلاة والسلام، طبعا صعد المنبر فحمد الله وأثنى عليه، ثم قال: ما لنا نرسل أناسا في أعمالنا سيقولون هذا لكم وهذا أهدي إلينا، فهل جلس في بيت أبيه أو بيت أمه فينظر ما يهدى إليه، وفي رواية فينظر يهدى له أم لا. والذي نفسي بيده، الذي يقسم هنا عليه الصلاة والسلام: لا يأخذ أحدا منه شيئا، يعني من هذه الأموال، إلا جاء به يوم القيامة يحمله على رقبته، إن كان بعيرا له رغاء أو بقرة لها خوار أو شاة تيع. ثم رفع بيده حتى رأينا عفرة إبطيه. اللهم هل بلغت، اللهم هل بلغت، يرددها ثلاثا عليه الصلاة والسلام. وفي هذا الحديث أبلغ البيان أن هدايا العمال حرام وغلول، لأنه خان الأمانة. والله عز وجل يقول: إن عرضنا الأمانة على السماوات والأرض والجبال فأبين أن يحملنها وأشفقن منها وحملها الإنسان إنه كان ظلوما جهولا. ليعذب الله المنافقين والمنافقات والمشركين والمشركات ويتوب الله على المؤمنين والمؤمنات وكان الله غفورا رحيما، كما قرأ خلف عن حمزة. احذر يا اخواني من هذا، تمام الحذر. وسئلت اللجنة الدائمة هذا السؤال، يقول السائل: أفيد سماحتكم أنني أعمل مديرا لمجمع مدارس بإحدى القرى التابعة لمنطقة المدينة النبوية، ولله الحمد الأمر الذي أبينه لسماحتكم هو أن سكان هذه القرية من البدو الذين ينتمون للقبائل العربية ويمتازون بالكرم والشهامة، وهم يبادرونني بالدعوة إما للغداء أو العشاء، وإذا رفضت ذلك يقومون بإرسال الذبيحة إلى المنزل الذي أسكن فيه بالقرية ويقولون: هذا واجبكم أنت وزملاؤك المدرسين. وإننا أخشى أن تكون نوعا من أنواع الرشوة، علما بأن من يدعوني يكون له أولاد بالمدرسة أو يعمل بالمدرسة بوظيفة نقل الطلاب أو يرغب التقرب مني لأنني المدير، وبعضهم ليس له أي أمر أو حاجة. هل أرفض هذه الدعوات ولا أقبلها حيث أنني أجد مضايقات من هذا الأمر؟ كان الجواب: أيها الفضلاء، لا يجوز للموظف أن يأخذ شيئا من هدايا وعطايا المراجعين، ومثله مدير المدرسة لا يجوز له أن يقبل هدايا الطلاب أو آبائهم، لأن ذلك كله من الغلول المحرم. وثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه قال: هدايا العمال غلول، وذلك لأن قبولها ذريعة إلى عدم العدل وقضاء الحاجات بغير حق. انتهى كلام اللجنة الدائمة وفقهم الله.
ولذلك أيها الفضلاء المباركون ينبغي المسلم أن ينتهي عن ذلك. وسؤال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله هذا السؤال: مجموعة من المعلمات قمنا بعمل حفلة تكريم للمديرة تقديرا لجهودها في المدرسة وقدمنا الهدايا لها في آخر العام، هل في ذلك بأس؟ فأجاب: أما الدعوة فلا بأس، الدعوة العادية، وأما تقديم الهدايا فلا يجوز، وأما تقديم الهدايا فلا يجوز، كما جاء ذلك في فتاوى نور على الدرب. وسئل أيضا رحمه الله: بعض الطالبات تهدي لمعلمتها هدية في المناسبات، فمنهن من تدرسها الآن ومنهن من لا تدرسها، ولكن من محتمل أن تدرسها في العام المقبلة، ومنهن لا احتمال أن تدرسها كالتي تخرجت، فما الحكم في ذلك؟ فأجاب رحمه الله: الحالة الثالثة، يعني اللي ما بتدرسها أبدا لأنها تخرجت، لا بأس بها، أما الحالات الأخرى فلا يجوز حتى ولو كانت هدية ولادة أو غيرها، لأن هذه الهدية تؤدي لاستمالة قلب المعلمة. إذن أيها الفضلاء هذه الهدايا لا تجوز، وعلى المسلم أن يكون عفيفا وأن يؤدي الأمانة التي أناطه بها ولي الأمر وفقه الله، وأن يخشى أن يوقف بين يدي الله تبارك وتعالى فيسأله عن المير والنقير والقطمير. وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم، وآخر دعوانا عن الحمد لله رب العالمين.